حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، نواصل حوارنا مع السيد عبد الله ماجد البدر مسؤول الأنشطة الشبابية بالمركز، وأيضا السيد يوسف يعقوب الملة. يوسف، احنا مساء كنا نسولف معك قبل نطلع عن أهداف يعني الحملة اللي أنتم رتبتوها من خلال المركز، ولكن احنا ودنا نسأل شنو المهارات اللي ممكن يكتسبها الطلاب من خلال هذه الرحلة اللي أنتم أقمتوها؟ والله هي المهارات يعني اللي يكتسبونها الطلاب في الرحلة مهارات متعددة، منها قلت لك يعني الجانب التثقيفي، مهارة انه يعتمد على نفسه، هاي تعتبر مهارة حتى الاعتماد على النفس. تعطونا يعني شيء من المسؤولية على اساس انه يعتمد على نفسه. نعم، يعني انت الواحد يتخيل انه مثلا الواحد دائما مع امه ولا مع ابوه ولا مع هاي، يكون يعني نوعا ما خلاص معتمد عليهم بشكل او باخر. صحيح. فاذا راح حتى لو اسبوع مثلا او يعني فترة معينة من الزمن راح برا وبروحه، تعرف هو اللي يحاتي من بيقعدني حق الرقاد، من مثلا بيكوي لي ثيابي، من من من، تعرف هذه اشياء. وحتى ايضا يتعود على صرفيه الفلوس. نعم بعد. صحيح. يعني فتكون اشكاليه يعني تعمدنا في اشياء انه والله يقولون تعالوا امسكوا لنا الفلوس، نقول لهم لا فلوسكم عندكم. نعم. انت كيفك، انت مسؤول نفسك. ايه، فيعني تعرف هذه اشياء. صحيح. من ضمن مهام المراكز الشبابيه. نعم. انها تطور الشخص بشكل او باخر. نعم. وهو ما يعلم. يمكن تضمنت. صحيح. هذه الرحله بعض الفعاليات قاعد نشوف، ممكن هذه بعض المحاضرات وغيرها غير الرحلات اللي قدمتوها لهم، يعني الأمانة رحلة جدا جميلة، يعني أنتم قاعد تستفيدون، وأعتقد شوف ما شاء الله شباب صغار يعني، ففيها مثل ما تقول يعني كثير من الأمور اللي ممكن يستفيدها الواحد، يستفيد أنه يطور من نفسه أيضا، غير استفادة من ناحية إيمانية، استفادة من ناحية نفسية، أن أنا والله قدرت في هالسن هذا أن أنا أكسر حاجز الخوف، أن أنا سافر لحالي، لكن أنا سافرت. وحتى يمكن لو نشوف شفنا بعض المسؤولين، حتى المسؤولين كلهم شباب. صحيح. من أعبارنا يعني اللي ماسكين مسؤولية هذول الشباب الصغار في السن شوي، فالأمانة أعتقد الفائدة كبيرة. لكن لو نتكلم عن إلى أي مدى شفتوا أنتم نفوس هؤلاء المشاركين أو اللي أنتم الطلاب اللي ماخذينهم، إلى أي مدى شفتوا بنفوسهم هذه الاستفادة؟ هو بطبيعة الحال يعني الطلاب مثل ما قلت أنهم يعني صغار في النهاية، من كان السن المستهدف في السفرة. نعم. من 12 سنة إلى 15 سنة. نعم. اللي هي المرحلة الإعدادية وتدخل شوي في الثانوية. نعم. فطبعا تعرف يعني الجو أنه هو يكسر الجو وأنه يروح ويطلع يكسر مرة الروتين يعني. يكسر الروتين يعني ويروح لل يعني يسافر برا مع ربعه، سواء ربعه لأن احنا عندنا نشاطات يعني في المركز داخلية يكون كل خميس مثلا مع ربعه، وفجأة شي حصل نفسه مسافر. صحيح. فتعرف يغير جو، متعود على شيء، وهذا ايضا حاجز كبير. نعم. يعني يكسر. نعم. انه هو يجرب اشياء جديده. نعم. انا ودي انتقل بالسؤال الى يوسف. يوسف، الحين احنا مقبلين على يعني الصيف، واكيد في فعاليات وانشطه صيفيه يمكن انتم مجهزينها يعني، فكلمني عن هذا الموضوع. طبعا في البدايه بما ان يعني رحله بيماني اقوى هذه اللي كانت للمدينه ومكه، خذت صدى كبير عند الطلاب وعند المشاركين وعند حتى الطلاب اللي ما قدروا يسافرون هالرحلة. فعلى أساس هالشغلة إن شاء الله راح نسوي سفرة في الصيف، ممكن تكون حتى في دولة يعني أكبر من السعودية. يعني أنا اللي فهمته الآن يعني الأنشطة الصيفية راح تكون متعلقة فقط في السفر، صح؟ هي إن شاء الله راح تكون في سفرة. لكن في أنشطة داخل المركز. إيه، هذا هو المركز. إذا يعني هو على حسب الوقت، تدري يعني رمضان بعد بيصادف الصيف. جميل. فإذا حصلنا في وقت. نعم. إن شاء الله يعني جميل، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. طيب لو نتكلم الآن، إحنا مقبلين على شهر رمضان، يعني مثل هذه الرحلات الجميلة اللي أنتم تقومون فيها غير أنشطة المركز، يمكن مركزين بشكل كبير أيضا على الجانب الإيماني، وشهر رمضان هو شهر فضيل. نعم. الكل يعني يتغرب من الله بشكل كبير. صح. من هذا في هذا الشهر الكريم، شو اللي مجهزين حق الشهر؟ والله إن شاء الله إحنا في شهر رمضان مخصصين بعض الأهداف خاصة، يعني مثل ما تفضلت أن شهر رمضان يعني شهر فضيل وشهر الواحد يجتهد فيه في بالإيمانيات وبالاجتهاد الديني يعني. فتعرف الواحد لما يحرص على نفسه أول شيء، أنه هو يعني مثلا نحن كشباب في بداية العشرينات أو في منتصف العشرينات نكون يعني حريصين على نفسنا، أن احنا مثلا نبدأ نحفظ قصار السور. كلنا أتوقع حافظين قصار السور لكن ناسين، يعني تعرف اللي لخبط واللي كذا واللي كذا. فإنه هو يبدأ يحفظ ويحفظ الشباب اللي معه على يعني أساس علمي و
ممنهج يعني نعم. فيكون شيء طيب. نعم. طيب عبد الله انا ودي اسالك يعني الحين يعني يوسف ذكر ان في فعاليات راح تكون موجوده منها نعم. السفر ومنها ايضا فعاليات اخرى ولكن على حسب الجدول، ما هي نعم. توقعاتك عن الجمهور المشارك؟ هل تتوقع ان في اقبال راح يكون موجود عندكم؟ نعم. هل تتوقع ان الاباء عندهم طموحات اكثر ان تكون موجوده؟ كلمني عنها. والله احنا الله يسلمك طبعا اولياء الامور اللي ابنائهم شاركوا في اخر رحله اللي هي بيماني اقوى، طبعا قالوا لنا هل بيكون في يعني هل بيكون في رحلات قادمه وهل بتكون في يعني بنفس هالصدى وبنفس هذه القوه؟ كردنا لهم ان شاء الله باذن الله بتكون في سفرات ثانيه وان شاء الله في الصيف. لكن المكان ان شاء الله احنا نخليه مفاجاه، بيكون ان شاء الله صدى اكبر ومكان جديد ان شاء الله. ان شاء الله ترتيبات جاريه على هذا المجال باذن الله. وبالنسبه للرحلات الداخليه او الرحلات او الانشطه الفعاليات الداخليه ان شاء الله بيكون فيها بعد شغل ان شاء الله متعب على باذن الله. جميل. بس على طاري اولياء الامور في نقطة سلبية ممكن تكون يعني متواجدة عند اولياء الامور بشكل عام، اللي هي موضوع انه كل ما كانت الفلوس اللي يطلبها المركز اكثر كل ما كان المركز احسن. بس المشكلة ان الوزارة تطلب منه ان يكون المركز مجاني. نعم. فهاي ممكن يقلل من ان الناس يجون ان تقبل على المركز من الاقبال على المركز. نعم. صحيح. بس يعني انا اقول لكم ان شاء الله ان هالشيء ما راح ياثر. نعم. الامانه يعني احنا لو نتكلم الان خاصه عن الفتره هذه المقبله اهتمام الدوله بشكل كبير، وخاصه عندنا وزاره اسمها وزاره الشباب والرياضه اللي هي للشباب والرياضه ايضا. صحيح. حتى استراتيجيات قامت على افكار من الشباب. نعم. نفسهم. نعم. فلو نتكلم الان عن الدوله مفرط لكل شيء، هي لا تعتمد على قيمه يمكن مثل ما ذكرت في مفاهيم غلط، لكن ما تعتمد على والله غلاء هذا مش محل. صحيح. هذه يعني هذه مش شركه خاصه. صح. هي مدعومه من الدوله. مدعومه من الدوله قاعده توفر للجميع، وايضا الشركه قاعده تستلم مبلغ من الدوله عشان توفر لكم، فاحنا مو بحاجه الفلوس اللي انتم تعطونا اياها. فالامانه يعني انا اتمنى من اولياء الامور الكبير اللي عنده الكل اللي عنده المفهوميه هذه، بالعكس هذه مفهومية خاطئة. نعم. جرب البعض ليس كل طبعا يعني. تقدر تجي. نعم. تسأل تشوف شنو عندهم فعاليات وين يودونهم شلون ممكن انت بنفسك. طبعا اعتقد ان المكان مفتوح، اذا ولي امر يبي يجي يحضر مع ولده يقدر يجي يشوف بنفسه. والاول والاخير الافضل انك انت تراقب اولادك. لكن ايضا انا عندي من وجهه نظري انا لاحظنا منكم مشاهدينا الكرام حتى في التقرير الان مع ضيوفنا، يعني حتى الضيوف اللي موجودين اللي ماسكين ما شاء الله المركز شباب. يعني اعماركم ما بين ال 20 الى 25 سنه بهالمتوسط هذا. صحيح. غير هذا حتى المسؤولين عن العيال ايضا شباب صغار في السن يعني وفيهم الخير والبركه، فقراب منهم يعني فسهل التواصل ايضا. يمكن الطفل الصغير يقول لك ياخذ مفهوم ان انا اذا كنت ملتزم او رجل دين، يمكن لا يقول لك انا اذا كبرت بصير رجل دين. صحيح. لكن انا اغير مفهوم الطفل ان انا ناس صغار يعني شباب قاعد نشوفهم. صحيح. يغير مفهوم الشباب عند العيال الصغار انه والله نعم. شباب لا وسفر وكذا كذا، انهم ماسكين امور دينيه وقاعد يثقفون وهم نعم. بنفسهم اللي قاعد يسردون القصص الدينيه. الامانه هذا بحد ذاته. صحيح. اعتقد ان هذا تغير نوعي في مساله من اللي قاعد يلقي احمد وده انه يشارك معاكم. بالعكس والله انا يشارك معاكم لكن ما في. وانا خاصه ان انا احمد تبعنا في الرياض سعود المعاضي في السناب علشان القصص اللي يقولها الحلوه، وانا احب الامانه القصص. بالعكس أنا اسمعها من شباب كبري هذا شيء جميل. يعني أنا بالنسبة لموضوع الشباب وأن الشباب يمسكون، طبعا تعلمنا من القيادة الرشيدة سمو الأمير المفدى والحكومة الرشيدة أن نعطي الشباب فرصة، وفي نفس الوقت أن احنا ما نستغني عن الخبرات اللي هي ممثلة بمجلس الإدارة الموقر بالمركز طبعا، وكذلك مدير النشاط عندنا في المركز ذوي خبره صراحه. وبالعكس هم فضلوا ان هم الخير والبركه بعد هم اللي يعطونا التعليمات. بس الجميل ان احنا جا دورنا ان احنا نسوي شيء. هم اللي يعطونا التعليمات وهم اللي يوجهونا، يعني مثلا اذا احنا شفنا شيء احنا نبي نسوي بسرعه المستعيرين كذا يقولوا لك لا وقف، يعني مو بوقته، لو تسوي في هذا الوقت احسن يكون افضل. اكيد يعني تعرف في توجيهات انت في هذا السن او في هذا الحماس مو بواعي لها. صحيح. فبالعكس يعني هذا شيء. نعم.
نعم عبد الله، انا ودي اسالك الحين، انتم قريب بتنتقلون او انتقلتوا الى مقر جديد؟ نعم. فشن هي الاضافه اللي راح يضيفها لكم هذا المقر الجديد؟ يعني هل في مؤهلات راح تكون عندكم، مكتسبات جديده من هذا المقر؟ والله هو المقر اللي هو مجابل سباير سبيتار تحديدا بالتحديد خلف مكافحه المنشطات. نعم. مبنى مكافحه المنشطات معروف. طبعا المركز هو يعني المقر الجديد يعتبر اكبر ممكن بالمساحه، يعتبر يعني هو مبنى اداري تقريبا. احنا غالبا انشطتنا ما تكون في مدارس بالتعاون مع مجمع الفاروق التربوي. طبعا يعني في طبعا اشياء راح تفرق معنا كثير. نعم. في خطط مستقبليه ان تكون في ورش وفي اشياء تدريبيه. نعم. داخل المركز. جميل. يمكن يوسف انتم شفت في السفره، انا تقريبا لاحظت في السفره ان انتم مستهدفين تقريبا الطلاب اللي بدايه الاعداديه، لكن خلينا نتكلم عن فعالياتكم بشكل عام في لهذه السنه. ما هي الفئه المعينه اللي انتم تستهدفونها؟ هي الفئه المعينه اللي مستهدفينها احنا تقريبا نفس الفئه اللي راحت معنا السفره، صغار في السن، اللي هم من خامس وسادس والاعداديه تقدر تقول. جميل جميل. يعني هالفئه هي اللي، وطبعا احنا أكثر. يعني موجودين عندنا شباب في الثانويه وعندنا شباب في الجامعه. نعم. كذلك يعني قمنا برحله في الصيف الماضي لدوله الكويت الشقيقه. نعم. فيها كان تعريف لعده جوانب، فيها تاسيس للمشرفين مع في دورات مختصه. نعم. تربويا وايضا من الناحيه العمليه. نعم. فيها كان فيها ناس مشاركين يعني من المشرفين عندنا في المركز، كانوا الحمد لله مشاركين يعني في المرحله الثانويه وحتى الجامعيه. نعم. جميل. نعم. جميل. احنا الامانه يعني انا ما ادري، انا يعني انا واحمد انا متاكد ان احنا يعني فخورين فيكم. والامانه سواعد قطريه يافعه تحاول تقدم المزيد وتحاول ان ترفع من قيمه هذا النشء الموجود، وهذا احنا اللي دائما وتر ندندن عليه، دائما الاستثمار في الانسان القطري هو اللي بيرجع بالنفع والفائده على المجتمع. احنا اليوم نشكركم على حضوركم معنا، السيد عبد الله ماجد البدر مسؤول الانشطه الشبابيه بالمركز، والسيد ايضا يوسف يعقوب الملا مشرف انشطه بمركز شباب العزيزي. الله يوفق كم جميع ان شاء الله، ونتمنى ايضا من المراكز الثانيه ان تشاركنا هنا وتحضر عندنا بالاستديو وتطرح ما لديها لعل وعسى ان تكون بادره طيبه وتجيب كل الناس اللي موجودين او الشباب الموجودين بالمجتمع. كلمه سريعه بس يعني انا في عندي كلمه للشباب القطري، اتمنى يعني تجربون المراكز، يعني لا تي تقول هذه المراكز والله يعني تتحرج الدش وما اعرف حد، لا يعني المركز جرب الدشه صديقي، مو خسران شيء، ما عجبك الوضع بتطلع. نعم. بالعكس احنا ما من هذا اللقاء الا احنا نبي نكسب طلاب مشاركين اولياء امور، حتى الطلاب اللي يكونوا احد افراد هذا المركز. نتمنى لكم التوفيق وللجميع التوفيق، نتمنى من الجميع انه يقبل ايضا على هذا المركز. امين. الله يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، في اطار التعليم عقد المجلس الاعلى للتعليم مؤتمر صحفي، اعلن خلاله عن تفاصيل مؤتمر التعليم 2015، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. يستعد المجلس الأعلى للتعليم لتنظيم مؤتمر التعليم 2015 والذي ينعقد هذا العام تحت شعار شركاء في التميز. وأعلن المجلس خلال مؤتمر صحفي عن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمؤتمر، وعن شراكات مميزة أبرزها مع كلية التربية في جامعة قطر. احنا السنة مؤتمرنا تحت شعار شركاء في التميز، حتى الشعار نفسه يتكلم عن الشراكة المجتمعية، عبارة هو نموذج أو رمز عن مجموعة من الأشخاص متمثلين في المجلس الأعلى وكافة المعنيين من الأمن التعليمية سواء كلية التربية بجامعة قطر ولي الأمر والطالب. الشراكة في التميز لها أكثر من مجال ومحور، أنا ممكن أتميز في العملية التربوية، ممكن أتميز في الجانب الأكاديمي، في القيادة، في التدريب، في التطوير، في البحث العلمي، وهذا طبعا محور رئيسي في
المؤتمر اللي هو معرض أبحاث الطلبة. جميع هذه الأطراف هم شركاء في التميز. من المؤسسات اللي غير كلية التربية، احنا عندنا مؤسسات حرصنا على وجودها معنا في المؤتمر مثل كلية المجتمع، كيو اف، مؤسسة قطر للتعليم، وغيرها من المؤسسات الأخرى. عندنا صندوق الخبراء البحثية، عندنا اليونسكو أيضا من الناس الداعمة لنا إن شاء الله في هذا المؤتمر. كما ويتميز المؤتمر هذا العام بمشاركات من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشاركين عالميين سيقدمون أوراق عمل، مما يضفي على المؤتمر طابعا دوليا. هذا وفي شأن آخر، أطلقت قطر الخيرية حملة لكم تحية الموجهة للعمال تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطار وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية. أحمد، تهدف الحملة إلى جمع أدوات العناية الشخصية التي يحتاجونها وتوزيعها عليهم كهدايا مناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو. أطلقت قطر الخيرية حملة لكم التحية الموجهة لفئة العمال، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في مسيرة بناء قطر. تستهدف الحملة هذا العام نحو 5000 عامل، يوزع على كل واحد منهم صندوق هدايا يحتوي على مجموعة متكاملة من أدوات العناية الشخصية. وتتم عملية توزيع الهدايا بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال في الفترة بين الأول والثالث من شهر مايو المقبل. احنا نهدف من خلال هذه الحملة الى تقديم رسالة شكر وتقدير لاخواننا العمال. لا نعني ولا نقصد ان عندما نتكلم بمستلزمات النظافة الشخصية انهم لا يهتمون بهذا الجانب، بالعكس هي مجرد رسالة مغلفة بهذا الصندوق الذي يحتوي على هذه المستلزمات. احنا نعتبره كأن رسالة شكر وتقدير مغلفة من خلال هذا الصندوق. هذه المبادرة احنا نسميها مبادرة تضامن مجتمعي، ورسالة شكر وتقدير توجه الى اخواننا العمال، ايضا فيها الجانب القيمي في ان بإمكاننا ونحن نتسوق أن نخبر أبنائنا بأن لهم علينا حق وواجب في أن نوفر لهم جزء قليل من هذه المستلزمات، وتعبر لهم عن تقديرنا للأعمال والجهود التي يقومون فيها. هذه الحملة الله يسلمك تستهدف العمال في داخل قطر، وإحنا كجهة خيرية وكمؤسسات يعني من 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 باب المسؤولية المجتمعية بنساهم أن احنا نساعد هذه العمالة، نقدم لهم خدمة ونعطيهم هذه الأدوات الكماليات اللي احنا بنسميها تقريبا. والفئة هذه الحمد لله فئة يعني لها أثر كبير في المجتمع، لها أثر كبير في تنمية المجتمع وفي من ناحية البنيان ومن ناحية الأمور كثيرة. أما ما يميز حملة هذه السنة فهو الوصول إلى شرائح جديدة من العمال، فضلاً عن مشاركة طيف أوسع من المتطوعين بالتعاون مع مركز قطر التطوعي. وفي سياق الرياضة أعزائي المشاهدين، في الإطار الرياضي احتضنت الدوحة اليوم فعاليات حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بلقب أفضل رياضي ورياضية بالوطن العربي لعام 2014. الحفل الذي تنظمه لجنة الإعلام الرياضي برعاية اللجنة الأولمبية القطرية شهد أيضا تكريم أهم رواد الإعلام الرياضي القطري. تفاصيل أكثر عن حفل التكريم في التقرير التالي. في حفل رياضي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية تم الإعلان عن أسماء الفائزين بلقب أفضل رياضي ورياضية بالوطن العربي للعام 2014، وذلك في أول استفتاء رياضي حضره حشد من النقاد الرياضيين والإعلاميين في العالم وفي الوطن العربي. احنا نشكر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة الأخ محمد جميل عبد القادر على هذه البادرة، واللي إن شاء الله الحمد لله نقول انطلقت من قطر، واللي
أعتقد خلال الأعوام إن شاء الله القادمة بنرى ثمارها، لأن التكريم دائما يؤدي إلى مزيد من العطاء، سواء كان للرياضيين أو سواء كان للمسؤولين الرياضيين، وأيضا تكريم للإعلاميين اللي هم يمثلون أيضا أساس معانا في الرياضة بشكل عام. وشهد الحفل تكريم اللاعب القطري معتز برشم كأحسن لاعب عربي، كما تم اختيار عيسى عبدالله الهتمي مدير قنوات الكاس كأفضل مسؤول إعلامي، بالإضافة إلى تكريم أهم رواد الإعلام الرياضي القطري تقديرا لهم ولجهودهم، وتأكيدا على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام الرياضي في تحفيز المبدعين وتعزيز إنجازاتهم. اليوم احنا لجنة الإعلام الرياضي القطري تستضيف الاستفتاء السنوي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية. مشكورين لجنة الإعلام على استضافتهم هذا الحدث، وأنا أعتقد إحنا كاتحاد عربي إن قطر تستضيف مثل هذا الاستفتاء هو أكبر دافع لنا في الاتحاد العربي، باعتبار قطر هي الإشعاع الرياضي في الشرق الأوسط. إحنا طبعاً كان عندنا 36 لاعب و22 لاعبة كانوا موجودين من ضمن الأسماء اللي كانت مرشحة، الآن حصرنا الأسماء إلى ست لاعبين وست لاعبات. نحن حقيقة سعداء بهذه اللفتة والبادرة الجيدة التي جاءت من قبل لجنة الإعلام الرياضي القطري، وهذا ليس بغريب على لجنة الإعلام الرياضي القطري التي دائما ما تساهم مساهمات فعالة في تكريم المتفوقين وتكريم الرواد. ويسعى منظمو الاستفتاء الرياضي السنوي إلى تكريس هذه الفعالية بهدف دعم أهم الإنجازات المحلية والعربية وإبرازها على المستوى العالمي. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.